إذن الـ AN مثل ما ذكرنا يساوي 1 زائد كوساين m باي على باي 1 ماينس n سكوير. مثل ما ذكرنا أنه الـ A1 عندما نعوض n واحد لا يمكن حساب الـ A1 من هذه المعادلة، لذلك يجب أن نحسب الـ A1 على حدة، يعني نحسب الـ A1 كترم وحدة، لا يمكن استخدام هذا الريليشن لحساب الـ A1. السبب لأنه إذا نعوض n equal 1 حيساعد كمية على infinity على صفر، وبالتالي A1 حيكون infinity، فاحتمال هذا غير معقول. أما A1 يساوي صفر أو A1 إلى قيمة معينة، فهذه القيمة المعينة يمكن أن نحسبها من خلال أنه نحسب الـ A1 على حدة. كيف نحسب الـ A1 على حدة؟ نفس المعادلة الخاصة بالـ AN نعوض بدل n واحد، فنفس قيمة هذه المعادلة مع الـ integration، يعني مو حسبنا الـ AN، فهنا بدل ما نقول AN حنقول A1، وبدل كل n شو نعوض؟ واحد، فيصير عندنا ساين 2t على 2 في الدي تي، هنا 1 over باي ساين، حساب الـ AN، نعم هذا حساب الـ AN، ساين n ساين t كوساين t، لأنه بعد ما عندنا ساين n t، هذا هون الكلام تعويض الـ AN، هذا. ف 1 over باي ساين n t كوساين n t، فيصير عندي انتجريشن من 0 إلى باي ساين n، الـ n 1، فيصير ساين t في كوساين 1 t، يعني يصير ساين t في كوساين t، لا في هذه المعادلة. فبدل ما اكتب AN حكتب A1، لأن يعني أريد أحسب الـ A1. زين ليش نحسب الـ A1 على حدة؟ السبب أنه لا يمكن أن أحسب الـ A1 من هذه الـ relation اللي طلعتها. ما لا يمكن أن أحسب الـ A1 من هذه الـ relation، لأن من عوض N واحد حيصير عندي كمية على صفر. فأرجع وين؟ أرجع إلى علاقة الـ AN أو معادلة الـ AN اللي هو هذا طبعا 0، لأنه 0 في كوساين باي تي أوفر بي 0، أنا عندي 1 over باي ساين n، ال n قلنا 1، يصير ساين t في كوساين t، فإذا A1 يصير integration من 0 إلى باي ساين t في كوساين t، طبعا مشتقة الساين كوساين موجودة، فإذا المشتقة موجودة فنزيد الأس 1 ونقسم على الأس الجديد، فأس الساين 1 فيصير ساين تربيع على 2، وهذه باي موجودة فيصير ساين تربيع t على 2 باي، فنعوض الأبر ليمت واللور ليمت. هيطلع عندي ساين باي، طبعا ساين الباي هو 0 ناقص ساين 0 0، فيصير عندي A1 0، فإذا قيمة الـ A1 بالفور يصير 0. أوكي، طبعا إذا الـ A1 0 فيمكن أن نحسب بقية الـ terms. إذا طبعا الـ A1 0، لو تنتبه إذا الـ A1 0 فبالتالي الـ A3 حيكون 0 والـ A5 حيكون 0 والـ A7 حيكون 0. السبب لأن عوض أن 3 أعوض عن 3، بس عندي 1 زائد كوساين 3 باي، يعني باي 1 ناقص 3 سكوير، هذا حيصير عندي أنه A3 0 A5 0، يعني الفرد كله 0. أوكي، يبقى عندي الـ A ناطح نحسبه سابقا، A2 A4 A5 نعوض بدل، نريد أحسب A2 أعوض بدل كل أن 2، يصير A2 يساوي 1 زائد كوساين 2 باي على باي 1 ناقص أن سكوير. طبعا انتبه، هو ليش الـ A3 0؟ لأنه كوساين الـ 3 باي هو ناقص 1، إذا عوض N 3، أريد أحسب A3، فواحد زاد كوساين 3 باي، كوساين 3 باي ناقص 1، فواحد ناقص 1 صفر، الصفر عليه كمية صفر، فـ A3 يساوي 0. إذا أريد أحسب الـ A5، عوض بدل كل N 5، A5 يساوي 1 زاد كوساين 5 باي، كوساين 5 باي هو ناقص 1. واحد ناقص واحد صفر، وبالتالي الـ A5 يساوي 0 وهكذا. لكن الـ A2 يمكن أن نحسبه، واحد زائد كوساين 2 باي، كوساين 2 باي يعني كوساين 360 هو 1، واحد زائد 1 2 يصير 2 على باي، تحوس 1 ناقص 2 سكوير وهكذا. أوكي، أما الـ BN فلحساب الـ BN نستخدم القانون الخاص بـ BN، 1 over باي 1 over P integration f of t sin n باي t over P في الـ dt. الـ P عبرنا عنها باي، يعني هي الـ period، 1 over باي sin t في sin n t. أيضا هذا حسب علاقات المثلثية، إذا عندي sin زاوية مضروب في sin زاوية أخرى، مضروب في sin زاوية أخرى، فالقانون هو كوساين ناقص كوساين جمع الزاويتين زائد كوساين طرح الزاويتين على 2.
حسب هذا القانون. فالـ A كنوع عندي T والـ B هو الـ NT، فنستخدم هذا القانون ونعوض بدل كل A T وبدل كل B NT، يصير عندي B يعني يسمى 1 over 2 باي باي 2، مع قانون طلعناه برا والباي هي أساسا موجودة. ساين طرح الزاويتين مجموع زائدا كوساين كوساين طرح الزاوية، كوساين جمع الزاويتين زائد كوساين طرح الزاويتين. بعد ما أجرينا هذا الشيء نجري عملية التكامل، تكامل الكوساين وساين، بس لازم نوفر المشتقة، مشتقة واحد ناقص ان نوفرها برا تصير معكوسة فيصير واحد على واحد ناقص ان، وهنا أيضا تكامل كوساين وساين لازم نوفر مشتقة واحد زائد ان، فبرا يصير فرج التكامل يصير واحد على واحد زائد ان. اوكي، طبعا قيمة هذا الانتجريشن نتعوض، قيمة هذا الانتجريشن نتعوض الابر ليمت ولا هو الليمت، هسه عندي زيرو يعني هسه عندي ساين واحد ناقص عن ان مضروب في الباي، يعني ساين الباي هو دائما زيرو، ساين الان باي دائما زيرو، ساين الان باي دائما زيرو، يعني ساين الباي 2 باي 3 باي 4 باي 5 باي دائما زيرو، وساين الزيرو زيرو، فإذا قيمة البي ان هي زيرو. اوكي، طبعا هنا لو ننتبه ايضا كذلك، لو ننتبه لهذه المعادلة، هذه المعادلة الخاصة لحساب البي ان، ايضا هذه المعادلة لا يمكن ان احسب البي 1 من هذه المعادلة، يعني انا ان لا يساوي واحد، السبب لانه اذا نعوض ان واحد فيصير عندي واحد ناقص واحد صفر، فكم يعني صفر انفينيتي، وهذا لا يجوز، فلا يمكن حساب البي 1 من هذه المعادلة، فيجب ان احسبه على حده. شلون نحسبه على حده؟ انه نعوض بدل كل ان واحد، وان معادلة البي ان، لما عندي 1 over pi sin t في sin n t فيصير عندي sin t في sin t، لان n واحد فيصير sin t في sin t فيصير sin square t، فتكامل sin square t وبالنسبة الى ال b1 فيصير عندي تكامل sin square dt، طبعا sin square شلون كاملة؟ نصف الزاوية نصف واحد ناقص cosine 2 t، تكامل الواحد هو t، وتكامل الكوساين 2 تي هو ساين 2 تي على 4، يعني مشتقة الزاوية 2 فبرة تطلع نصف، عندي نصف هنا فيصير عندي هنا على 4، وتي أيضا تي على 2. أوكي، نعوض الأبر ليمت واللور ليمت، باي على 2 ناقص ساين 2 باي على 4 ناقص صفر في ساين الصفر فيطلع بي 1 يساوي نصف. أوكي، إذا B1 يساوي على صفر. إذا نرجع نعوض، نرجع نسوي back substitution تعويض عكسي، بدل A0 عوضنا 1 over pi، وبدل ال A1 عندي وال B1 هذا B1 وال B2 B3 B4 كلها زيرو ما عدا B1. B1 ايش قد قيمة طلعته؟ طلعته نصف، فنصف في sin pi t over p، زين ال sin pi على البي، البي ايضا باي، فباي على باي راح يبقى عندي ساين تي، فساين تي على 2 هذا البي 1، ما تبقى هو مثل لي البي ان اللي هو البي بي 1 0، طبعا بي 2 بي 4 بي 6 الى اخره. هذه هي الفورير سيريز، هاي هي الفورير سيريز للداله، هذه هي الاكسبانشن فورسز للداله اللي هي هاي للمور ذا وان ديمنشن، انت تعرف صفر والساين تي اللي هذا رسمه. لو ننتبه نشوف ندرس هذه الداله، تو ستدي ذا كونفرجنس، ندرس تقارب هذه الداله، يعني ناخذ اول تيرم فقط، يعني ناخذ الحد الاول بس ال 1 اوفر باي ونرسمه من ناقص باي الى باي، حيطلع عندي هذا الخط المستقيم 1 اوفر باي. شوف وين تمثلت بنص الفتره، هنا يعني اعلى قيمه لها الواحد، شوف صارت من نور واحد انا باي بالنص صارت تقريبا، هذه اذا اخذنا تيرم واحد. اذا ناخذ تيرم، اذا ناخذ تو تيرمز العفو، اذا ناخذ تو تيرمز حنشوف انه رسم الداله، شوف رسم الداله بدا يقترب الى الداله الاصليه، بدا يقترب الى الداله الاصليه، شوف لذلك كان خط مستقيم هذا اذا اخذنا تيرم واحد، اذا اخذنا